برج الحمل، الأجواء عادية خلال هذا اليوم، وحاول أن تكون أكثر نشاطا في حركتك ولا تراكم الأعمال عليك. لديك بعض الالتزامات المالية وبعض المصاريف في فترة ما بعد الظهر. الخسوف الحاصل في برجك قد يحمل بلبلة في الأجواء ويضعك أما خلاف بسيط مع بعض الزملاء. برج الثور، لن تترك أحدا من شرك يا مولود الثور، فأنت تصطدم مع أي شخص يقف أمامك وكلامك يخرج كالمدفع من فمك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. حافظ على هدوئك ولا داعي للتهور في أي عمل تقوم به، قد ينجح تهورك في فترة المساء في سد الفجوة بينك وبين من تحب. برج الجوزاء، لك طلة مميزة وشخصية قوية، فأنت تواجه الأمور بكل شجاعة ولا تهرب من أي مشكلة. يوم جيد لتصفية الأمور وإصدار القرارات، فكل هذه الأمور تكون لصالحك وتدعمك. حاول أن تكون أكثر تفاهم مع من تحب وأن تعطيه اهتمامك. برج السرطان، ما تزال مركزا على أعمالك، فهي تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك. تنجز أعمالا كثيرة وضغط العمل يصل إلى أعلى مستوى له في فترة الظهيرة وما بعدها. احذر من أن ينسيك عملك في فترة المساء أمور أخرى كالعائلة. برج الأسد، عليك بحل مشكلاتك العاطفية يا مولود الأسد، فإن الأوضاع تذهب إلى طريق مسدود وغير مشجع. عليك بتمالك أعصابك واترك العناد جانبا. أما في الصباح فعليك الانتباه والتركيز على عملك، لأن هناك بعض المواضيع المهمة التي قد تكون متواجدة لديك. برج العذراء، عليك باستغلال هذا اليوم كاملا وفي كل المجالات، لأن الحظ يقف إلى جانبك والأمور تسير إلى مصلحتك. الفلك يدعمك يا مولود العذراء مثل أمس، لكن عليك بأن لا تترك عصبيتك تغير لك مزاجك الرائع في المساء. لسوء تفاهم قد ينشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك، لذا حاول الخروج وأن تتمتع بوقتك. برج الميزان، الكثير من الأحداث والتغيرات تنتظرك يا مولود الميزان، ومنذ الصباح تتلقى خبرا يغير برامجك ومواعيدك كافة لهذا اليوم، فأي خطأ قد يكلفك. قد تشعر ببعض الارتباك وتنتابك أفكار سلبية فتتصرف بطريقة منفردة. احذر مخالفة الآراء وإثارة العداوات. برج العقرب، تمهل قليلا اليوم وبخاصة في فترة الصباح التي تعد أكثر أوقات اليوم صخبا. كثير من الأمور تحدث معك يجعلك في حيرة، احذر أثناء تعاملك مع رئيسك وبخاصة في فترة ما بعد الظهر. لا تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك، لأنك قد تجده بريئا بعد فوات الأوان ولن تتمكن من إصلاح البين. برج القوس، تضغى الأمور المالية على تفكيرك وحساباتك، فأنت تقيم وضعك المادي، ما لك وما عليك. مبلغ مالي لا بأس به في الطريق للخروج من جيبك. العاطفة ممتازة هذا المساء، وعليك باستغلال هذا الوضع لتقوية علاقتك مع من تحب. برج الجدي، يوم آخر من النجاح يا مولود الجدي، فأمورك تسير من جيد إلى أحسن، ومزاجك اليوم في أحسن حالة وبخاصة في مجالي العمل والمال. في فترة ما بعد الظهر يحصل نقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل. حبك للعمل يؤدي دورا حاسما في تزكية وضعك المهني، وهذا قد تكون له انطباعات إيجابية متعددة. برج الدلو، بعد 3 أيام من المعاناة والتوتر والضغط، جاء اليوم ليغير من مزاجك ويعطيك القوة والنشاط. تبتعد الأفكار السوداء عن مخيلتك وتقضي مساء من أروع الأمسيات لهذا الأسبوع. مرافقة مع من تحب قد تفيد بإرجاع الأمور إلى مجالها بينكما. برج الحوت، كان الله بعونك على هذا اليوم، فلا شيء يسير معك كما ترغب. تشعر بجميع الأمور تعاكسك، الملل والكآبة يسيطران عليك في جميع الأوقات. ضغط العمل يزداد لديك عند الظهيرة، وقد تتلقى مساءلة من جهة رئيسك مما يزيد عصبيتك وتوترك.